موقف مذهل وصادم بالنسبة لي. كنت بتفرج على أحد البرامج اللي بتعمل تجارب اجتماعية في مول في أحد الدول العربية، بيوقفوا الأطفال ويوريهم صور للحيوانات ويسألوا عن أسماء الحيوانات، فالأطفال ما شاء الله كانوا بيردوا جراف، لايون، كروكودايل، تيرتل، وبنطق مذهل وبأكسنت عظيمة. وطبعا الأهل، أهل الطفل يعني يملأهم الفخر كده بابنهم الصغير أو ببنتهم الصغيرة اللي عارفين أسماء الحيوانات بالإنجليزي وبلكنة وبنطق ممتاز. ولكن لما الشخص سألهم عن أسماء الحيوانات باللغة العربية معرفوش، مش عارفين أسماء الحيوانات بلغتهم الأم. الموقف ده كان مذهل وصادم بالنسبة لي وبالنسبة لناس كتيرة جدا، وده يخلينا ناخد بالنا إن موضوع تعليم الأطفال لغة تانية بجانب لغتهم الأم هو موضوع خطير وده أهمية كبيرة جدا، والمفروض إن احنا ناخد بالنا منه لأنه بيأثر على هويته وانتمائه وثقافته وفي بعض الأحيان دينه. عشان كده هنحاول النهارده ان شاء الله نشارك معاك ازاي وامتى تعلم ابنك لغه انجليزيه بشكل صح، بحيث ان يكون في توازن وما يكونش في ميلان كبير اتجاه اللغه الثانيه او انها تاثر عليه بشكل سلبي، من خلال تجارب ومن خلال ابحاث كتيره جدا. يلا بينا. هذا الفيديو برعاية كامبلي كيدز، أفضل منصة لتعليم طفلك اللغة الإنجليزية من أشخاص متخصصين نيتيف سبيكرز ومؤهلين للتعامل مع الأطفال. السلام عليكم، إيه الأخبار؟ مفيش شك أنك لازم تعلم ابنك لغة تانية اللي هي في الغالب هتكون اللغة الإنجليزية، نظرا لأهميتها وأن محتوى كتير جدا على الإنترنت باللغة الإنجليزية وأنها مطلوبة في بيئات العمل وحاجات كتيرة جدا جدا. ولكن المشكلة هنا تعلم ابنك إمتى وإزاي؟ يعني إحنا نشجع جدا أنك تعلم ابنك لغة تانية، بل تعلمه 7 لغات، لأن فكرة أنه بيتعلم لغة تانية ده بيزود من ذكائه ومن إدراكه ومن حاجات كتيرة، أو كون الشخص عنده لغتين ده بيخليه يرى العالم من منظور تاني خالص. في فرضية أن الأطفال بيتعلمهم اللغة بشكل أفضل وأسرع، وكلما بدأت معاه بدري كل ما ده كان أفضل بالنسبة له، وده اللي عمر عبد الرحيم عمله مع ابنه ونجح جدا معاه. فالولد أول ما اتولد وبعد كنت ذاكرت بقى خلاص وبحثت في مصادر كتيرة وتيقنت إن أنا عشان خاطر أعلم ابني لغة معينة ويتكلمها زي لغته الأم اللي هيطلع عليها ببلده لازم تربطها له بشخص واحد. يعني ما ينفعش أنا ووالدته نكلمه عربي وإنجليش إحنا الاتنين، لأ، يا أنا أكلمه عربي يا أكلمه إنجليش، والدته كذلك يتكلمه عربي يتكلمه إنجليش، ما ينفعش واحد يكلمه إيه اللغتين. فخلاص قررنا إن أنا هكلمه أنا إنجليش فقط، مجرد ما الولد تم 9 شهور بدأت في الموضوع ده، ووالدته هتكلمه عربي فقط ما تكلموش انجليش تماما. ابتدينا نتفاجئ ان الولد كان عليه ابتدى يتكلم هو عنده 1.5 سنة تقريبا او 1.6 سنة، ابتدى يقول الكلمات الخفيفة الطفيفة لانه بيقول بعض الكلمات اللي بيقولها انجليش. ابتدى يكبر سنة، فابتديت الاحظ ان لما ابتدى يقول فريزز او اجزاء من جمل ابتدى يقولها ويوجه الكلام بتاعه للشخص على حسب اللغة. يعني لما بيجي يكلم مامته بلاقي اللغة اللي طالعة منه غير لما بتيجي يكلمني أنا، عارف انت التلاصم اللي بتطلع منه من غير مفهومة دي، فاهمني؟ فلقيته الموضوع مختلف لما بيجي يكلمني أنا عن لما بيجي يكلم والدته، فما كانش باين. فلما كبر شوية وعدى 3 سنين وكلامه بقى باين، بقى خلاص strictly هو بيكلمني انجليش وبيكلم مامته عربي. هنا في حاجة مهمة جدا لازم نوضحها، ان عمر حالة خاصة جدا لان هو وزوجته لغتهم الام هي اللغة العربية، وعمر هو مدرس انجليزي شاطر جدا وفاهم ومستوعب الموضوع بيمشي ازاي، وكان بيعمل الموضوع ده مع ابنه بشكل واعي وبشكل مدروس، ودي مش الحالة عند الاغلب. وحتى عمر نفسه لا ينصح اي حد غير متخصص في اللغة الانجليزية ان يخوض التجربة دي، لان في الغالب نتيجتها هتكون عكسية او سلبية. طيب هل تشجع اي اب مش متخصص او الانجليزي بتاعه عادي يعني ان هو يعمل نفس التجربة مع اولاده؟ لا خالص. هقولك الفكرة بالنسبة لي ان الولد يبقى الطبيعي بتاعه ان الاكسنت والنطق بتاعه كويس، ما بيبقاش يتعب علشان خاطر يصحح النطق بتاعه والاساس اللغوي. تمام. فانا لو النطق بتاعي مش حلو ما انا هعديه، كأنك عضيت ابنك خد منك المرض، فاهمني؟ الموضوع انت كده عملت ايه؟ ما عملتش حاجة، فاهمني؟ يعني انا ما انصحش بالموضوع الا لو انت فعلا قوي جدا في اللغه والنطق بتاعك كويس وعايز ابنك يطلع زيك او احسن منك.
تجربة عمر مع علاء ابنه بتؤكد فرضية ان كلما تعلم الطفل اللغة منذ الصغر كلما كانت النتيجة مذهلة، وبالفعل ده اللي حصل مع عمر. نقدر نقول لجزء كبير من الموضوع كان بيعتمد على عمر، تقدر تقول كده ايه، شغل المعلم لابنه، يعني مثلا عندنا كده شغل المعلم لابنه. ابتدى يخش المدرسة والحمد لله دخل والانجليش بتاعه كويس جدا وبيتكلم انجليش، يعني تقدر تعمل معاه كونفرسيشن عاديه خالص. وي ديد يعني ما شاهين كان لما كنا هنا شاهين فعلا وانا ذهلنا من ما شاء الله بيتكلم انجليزي احسن مننا هو احسن مننا شخصيا على فكره. سؤال مهم، ليه الطفل بيكتسب اللغه بشكل افضل وهو صغير؟ الاجابه هنا بتكمن في حاجه اسمها النيوروبلاستيسيتي او المرونه العصبيه، ان دماغ الطفل لسه فيه مرونه كبيره جدا في تكوين الوصلات العصبيه وتشابكها مع بعضها بسهوله وبسرعه، وبتكون شبكات معقده جدا من النيورونز في السن الصغير ده، والسن ده بيتراوح ما بين 4 سنين و8 سنين. والفتره اللي المرونه العصبيه او النيوروبلاستيسيتي بتكون عاليه جدا هي بتتراوح من سن 4 سنين ل5 سنين. طيب هل ده معناه ان الطفل بعد 8 سنين ما يقدرش يتعلم لغة تانية؟ او هل ده معناه ان الكبار اللي هم البالغين هيواجهوا صعوبة في تعلم اللغة؟ او لو انت بتتفرج على الفيديو ده دلوقتي وابنك مثلا عنده 12 او 13 او 15 سنة، هل انت كده تأخرت انك تعلمه اللغة بشكل كويس؟ هو بالفعل ممكن يكون بيدرس اللغة في المدرسة، بس في فرق ما بين دراسة اللغة كمادة وتعلم اللغة كلغة. هنا محتاجين نفرق ما بين مصطلحين مهمين جدا، language acquisition اكتساب اللغة، و language learning تعلم اللغة. language learning بيكون مع الكبار ان هم بيتعلموا اللغة بشكل واعي، وده الفرق ما بين learning والacquisition. learning او التعلم بيكون بشكل واعي، الشخص البالغ او الكبير بيستخدم مهاراته الإدراكية وبيستخدم الذاكرة وبيستخدم حاجات كتيرة جدا علشان يتعلم هذه اللغة، في حين ان language acquisition او اكتساب اللغة بيكون بشكل غير واعي، الطفل بيكتسب الحاجات دي بشكل غير واعي وهو مش قاصد. يعني هل انت فاكر الوقت اللي انت بدأت فيه تتكلم العربي او اللغة العربية لغتك الام؟ ما ظنش. حتى الناس اللي بيحصل لهم فقدان مؤقت او شبه دائم للذاكرة لا ينسى اللغة، هو لا ينسى اللغة، لان اللغة يعني على مستوى عميق جدا من اللاوعي، فصعب او شبه مستحيل الانسان ينسى لغته. وده يمكن ان في حالة علاء هو اكتسب اللغة فبالتالي قادر ان هو يتحدثها بدون اي مجهود، على عكسنا احنا الكبار اللي تعلمناها بعد كده فاحنا بنبذل مجهود علشان نتحدث اللغة. هو بيتحدثها بشكل غير واعي، هو بيتكلم بشكل غير واعي، احنا لازم نكون واعيين قوي احنا بنقول ايه. انا لاحظت حاجة انت كنت ذكرتها لي قبل كده، انه لما دخل المدرسة لغته سائت. حصل ولكن محاولة تعليم طفلك لغة تانية مش دايما بتنجح، بل ممكن تجيب نتائج عكسية، وده اللي حصل مع صديقي كريم السيد مع أولاده. أولا المشكلة كانت في أن طبعا أنا سافرت، فالأولاد لما كبر بدأوا يكبروا أنا عايز أعلمهم عربي الطبيعي كأي أب عربي عايز أعلم الأولاد عربي. وفي نفس الوقت احنا في دولة انجليزية، مراتي انجليزية، فهي بدأت تتكلم معهم انجليش وانا بدأت اتكلم معهم عربي على امل ان هم فهم بقى ايه هيلقطوا دي ويلقطوا دي. تمام. من سن كام؟ لا من اول ما بدأوا، يعني من اول السنين الاولى، من اول سنة مثلا تفهم، من اول بتقول بقى الحاجات اللي هي الاولانيه دي اللي هي ايه، تعالى، مش عارف، روح، حلوه، جميله، الحاجات دي. فلقيت ان الموضوع بقى في الاول بقى فيه شويه ان هم بداوا يعني يتاخروا شويه في الكلام اصلا. فساعتها انا فاكر احنا سالنا حد دكتور او حاجه وقال لنا ان لا، احيانا بعض الاولاد لما في البدايه بتقعدوا تكلموهم لغتين ممكن ده اصلا يخليهم يتاخروا في ان هم يتكلموا، فالافضل ان انتوا تخليهم يكبروا شويه تكملوا معاهم في لغه واحده وبعد كده تحاولوا تعلموهم لغه تانية. حقيقه مش متاكد ان الكلام ده صح ولا لا، يعني انا مش متاكد هل الكلام ده كان ساعتها صح ولا لا، ولكن ان احنا يعني ايه انا اخذنا بيه، وانا شخصيا يمكن اكون استسهلت وقلت ايه خلاص احنا هكلمهم لغه الانجليزيه بما ان هي اللغه الام في انجلترا، قاعدين في انجلترا فاصحابهم كلهم بيتكلموا نفس اللغه، هيخرجوا الشارع هيتكلموا نفس اللغه، فانا لو كلمتهم عربي بس ممكن يعني ايه يبقى الموضوع صعب. بيقول لي انا مش فاهمك، هو ده بقى الحال،
يكلمهم عربي مفيش يمين شمال. الغريب ان ايان ابن كريم السيد رغم معاناته مع تعلم اللغه العربيه وهو طفل، لما جه مصر ووداه لمكان متخصص لتعليم اللغه العربيه لغير الناطقين بها، ومن خلال التعامل والتعايش واستخدام اللغه بشكل يومي في مده شهرين اتنين فقط، ده فرق معاه في تعلم اللغه وفرق معاه في فهمه واستيعابه وحديثه باللغه العربيه. ما اسمك؟ انا اسمي ايان. كم عمرك؟ انا 13. وده بيقدح او بيتعارض بشكل كبير جدا مع فرضية ان الاطفال بيتعلموا اللغة بشكل اسرع وبشكل اكفأ، بل العكس، البالغين بيتعلموا اللغة، البالغين او الكبار بيتعلموا اللغة بشكل اسرع من الاطفال. الطفل بيكتسب اللغة ولكن بياخد مدة طويلة جدا علشان يكتسبها ويبدأ يستخدمها، بل ان الشخص البالغ ممكن لو ضغط نفسه يدرس في اسبوعين اللي الطفل ممكن يكون بيدرسه في سنتين. ولكن برضو في نفس الوقت اكتساب الطفل للغة على المدى البعيد بيكون اكفأ وافضل من الكبار او البالغين. فالشخص البالغ بيتعلم اسرع ولكن الطفل بيتعلم اكفأ. افضل تجربة انا مريت بيها شخصيا هي ان انا جبت ايان هنا وهو كبير شوية، وديته مركز تعليمي لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بالعربية، اللي هو بقى ده افضل حاجة، لان ده بيعلم الناس اللي هي الاجانب اللي هم اصلا لغتهم الام مش العربية. وبس ده قعد فيه شهرين، فرقوا معاه جدا جدا جدا. شهرين اتنين بس؟ جدا. كان عنده كم سنة؟ كان عنده حوالي 12 سنة. وهنا في سؤال مهم، الطفل هيخليه لحد سن كام يتعلم بشكل اكفأ؟ وهنا في تجربة اتعملت على اطفال عمرهم 6 سنوات، تم غمرهم او تم يعني ايه ان هم بيدرسوا لغة بشكل كبير جدا، لغة معينة، لغة ثانية بخلاف لغتهم الام، لمدة 6 سنوات. وبعدين جم اطفال في سن 12 سنة بدأوا يتعلموا اللغة بنفس الاسلوب بالضبط. بعد مدة زمنية معينة، اللي بدأ في سن 6 سنوات واللي بدأ في سن 12 سنة، بعد مدة زمنية الاثنين تلاقوا في نقطة وبقوا مستواهم في اللغة شبه بعض بالضبط. هنا في مشكلة كبيرة، ان الكلام بتحس ان هو متعارض والحاجات كلها ضد بعضها، وده بالضبط الوضع في تعليم اللغة للأطفال. وفكرة وجود فترة زمنية معينة لو الطفل تخطاها فهيبقى في صعوبة كبيرة جدا في تعلم اللغة. الخلاصة بتاع أبحاث كتيرة أوراق بحثية كتيرة وتجارب عملية، ان مفيش سن معين الطفل فيه يا إما يتعلم اللغة يا إما ما يتعلمهاش. تعلم لغة ثانية بجانب لغتك الأم مش مرتبط بسن معين، ولكن في أوقات بتكون ليها أفضلية. والمشكلة برضو أو المعضلة بتكمن في تحديد الأوقات دي، في اللي بيقول من سن 3 سنوات، من سن 5 سنوات، من سن 8 سنوات، 10 سنوات، حاجات كتيرة جدا وكلام كتير اتقال في الموضوع ده. ورغم كل التعارضات ديت إلا إنهم اتفقوا على بعض الأشياء، وهي إن الأسلوب اللي بيتم تعليم به اللغة بيفرق بشكل كبير جدا في تعلم الطفل أو الشخص البالغ. إحنا مش بنتعلم اللغة كمادة علشان نمتحن بها في نهاية السنة، وده للأسف معظم المدارس بتتبعه، لكن إحنا بنتعلم اللغة كلغة، بنبدأ نستخدمها، بنبدأ نمارس اللغة، بنبدأ يعني يكون في شبه immersion أو إن أنت بتتعامل بهذه اللغة علشان تقويها عندك. وده طبعا بعد ما بتكون قويت اللغة الأم. يعني احنا مش عايزين ان اللغة الجديدة او اللغة الثانية او اللغة الإنجليزية تطغى على اللغة العربية. فكل الكلام اللي احنا قلناه ده علشان نوصل في النهاية لمتى تعلم ابنك اللغة الإنجليزية او متى تعلم ابنك اللغة الثانية. وهنا احنا مربوطين بحاجتين، اول حاجة اتقان ابنك للغة العربية او لغته الأم. انت مش عايز ان انت تعلم ابنك اللغة الإنجليزية وينسى هو اللغة العربية، لان زي ما قلنا ده بيأثر على انتمائه وثقافته وحاجات كثيرة جدا. الحاجة الثانية وهي السياق اللي من خلاله هتعلم ابنك اللغة الإنجليزية، يعني انت هتعلمه اللغة الإنجليزية ليه؟ ولازم يكون في تشجيع ولازم يكون في دافع علشان يتحسن ويتطور ويشجع. يعني حتى التشجيع والدافع دول بيشتغلوا مع الكبار برضو مش بس الأطفال. فمهم جدا ان ابنك يكون متقن بشكل كبير للغة العربية قبل ما تبدأ. في اطفال يعني في سن 5 سنوات بيكون اتقن اللغة العربية كلاما او تحدثا وكتابة وقراءة، فاظن ان هو في الحالة دي بيكون جاهز ان هو يتعلم اللغة الثانية. السؤال الثاني المهم هو كيف تعلم طفلك اللغة الانجليزية. هنا في عوامل كتيرة جدا بتحكم الموضوع ده، منها ان هو يكون لازم يكون في مدرس متخصص كفء في ثقة، تقدر يكون في شبه رقابة على الموضوع، تشوف العملية التعليمية بتمشي ازاي، ويكون مؤهل للتعامل مع الاطفال وفهم نفسيتهم. انت مش عايز واحد يجي يكره ابنك في المادة زي ما تقريبا حصل معانا كلنا واحنا صغيرين. كمان كل ما كان الموضوع بيرسونال او شخصي، يعني مش فكرة ان انت ابنك في فصل فيه 30 واحد والمدرس كويس، لا، كل ما الموضوع بيكون شخصي اكتر او كل ما يكون الموضوع خصوصي اكتر، كل ما بتربط الطفل بالشخص، كل ما ده بيساعد في العملية التعليمية.
طبعا انت تقدر تبحث عن مدرس خصوصي يجي عشان يعلم ابنك اللغة الإنجليزية، وده اظن ان هو متاح عند الجميع. ولو ده مش متاح، فافضل طريقة انك تعلم ابنك اللغة الإنجليزية من بيتك وبيتيح لك انك تتابع العمليات التعليمية بشكل كامل هي منصة كامبلي كيدز. لو انت متابعنا عارف كامبلي بكل تأكيد وجربتها، فكامبلي كيدز اللي هي الفيرجن الامتع والمهيئة اكتر للاطفال. كامبلي كيدز بتوفر مدرس خصوصي لابنك بشكل 100%، مدرس واحد لطفل واحد، وده هيساعد بشكل كبير في العمليات التعليمية. المنهج بتاعتهم متطورة جدا ومحدثة، وبتبدأ معاك من 4 سنين ل15 سنة، احنا طبعا يعني بنقول من 5 بس ايه مفرقتش كتير. بتقدر تتابع تقدم ابنك او بتقدر تشوف الجلسة كلها مسجلة من خلال اوبشن التسجيل، لو انت اوريدي جربت كامبلي فانت عارف ان هو موجود وان هو رائع جدا في متابعة تقدمك وتقدم ابنك. في خصوصية عالية جدا لطفلك والتطبيق امن للاطفال، وحصل على شهادة كيت سيف سيل بروجرام. طبعا التحكم في العمليه كلها بيكون من خلالك انت، اللي بتحجز وانت اللي بتشترك وانت اللي بتحدد الجلسات وانت اللي بتحدد المدرسين، وبتقدر تختار من كوكبه حلوه، كوكبه دي كوكبه كبيره جدا من المدرسين، وتقدر تشوف دروس للناس ديت قبل ما تشترك. فلو انت حابب او مهتم انك تجرب الموضوع ده هوت، ففي خصم 36% على باقه 3 شهور و52% على باقه ال 12 شهر، وفي شهر مجاني هتاخده من خلال استخدام الكود DOOLKIDS اللي هيظهر قدامك ده في الديسكربشن تحت الفيديو. الناس الموضوع عندهم فليكسبل جدا والدفع ميسر، وتقدر تدفع على 4 دفعات شهريه. فجيف تشات جرب الموضوع، تخيل ان انت بتكون بتتعلم على كامبلي وابنك بتتعلم على كامبلي كيدز، انتوا رايحين انتوا الاثنين رايحين المدرسه رايحين تتعلموا في كامبلي. ف بابا انا سعيد جدا ان انا شفتك هنا النهارده، برافو. شكرا كامبلي على رحله الفيديو. وصلنا لفكره الكوت، والكوت بتاع النهارده هو مثل صيني بيقول: To learn a language is to have one more window from which to look at the world. To learn a language is to have one more window from which to look at the world. يقولك انك تتعلم لغة جديدة معناها ان في نافذة جديدة كده اتفتحت تقدر تبص من خلالها على العالم. ونفس المفهوم ده بيتكرر كتير عند الناس اللي هم البوليجلوت، اللي هم بيقدروا يتكلموا اكثر من لغتين او 3 لغات. في ناس بتوصل ل10 لغات، بتوصل ل26 لغة. ففكرة ان انت بتتعلم لغة جديدة، انت بتبص للعالم من منظور جديد حرفيا، بيبقى عندك استيعاب اكتر للموضوع. اظن الموضوع مرتبط ان تعلم لغة جديدة اساسا بيزود او بيكبر او بيخليك اكثر ذكاء، لانه بيكبر او بيخلي الشبكة العصبية بتاعتك اكثر تعقيدا، فبتشوف الموضوع بشكل افضل على ما اظن. يعني اتمنى ان الرسالة تكون وصلت. فشكرا على متابعتك الفيديو، اتمنى ان انا اكون ساعدتك بشكل ما في موضوع امتى وكيف تعلم ابنك اللغة الانجليزية او لغة ثانية عامة. الموضوع مهم جدا وفي اوراق بحثية كتير صراحة، يعني كتير جدا في الموضوع ده، فاتمنى ان احنا نكون لخصنا لك الموضوع. شكرا، وما تنساش تجرب كامبلي وتشوف الموضوع، يعني ان شاء الله يعني يكون جامد جدا. Thank you. سلام.